احنا رايحين النهاردة على واحدة من اشهر مناطق اسكندرية، منطقة تاريخية وعريقة بمعنى الكلمة، منطقة تجارية وموقعها مميز جدا. هنكون النهاردة في المنشية، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة وإحنا على البحر، وزي ما بحاول في معظم رحلاتي أن أربط لكم المناطق دايما بالبحر والكورنيش، وتشوفوا قد إيه اسكندرية سرية ومليانة بجمال الحاضر وروعة وعبق التاريخ. إحنا كنا في محطة الرمل، ومن بعديها هنكمل طريقنا على شط بحر الهوى، شط اسكندرية الرائع جدا، وهنروح على مسار حلقتنا النهاردة لمكان بيجمع كل حاجة، موقع تلاقي، تاريخ تلاقي، تجارة تلاقي، مطاعم وقهاوي تلاقي، بحر تلاقي. بصراحة منطقة وحي من أجمل ما يمكن، وهو منطقة المنشية، واحدة من مناطق حي الجمرك في اسكندرية المرية. داخلين خلاص على المنشية، وحيكون ميدان المنشية هو اللي على شمالنا، وحيقابلك من ناحية الكورنيش وانت داخل المنشية نصب التذكاري للجندي المجهول، واللي بيعتبر من المعالم الرئيسية للمنشية. كمان بعديه على طول حيكون على شمالنا مجمع المحاكم، واللي بيميز منطقة المنشية وهو بالفعل المباني اللي موجودة على شمالنا دلوقتي. موجود هنا محكمة اسكندرية الابتدائية ومجمع النيابات. هنعمل يوتيرن ونرجع ندخل مباشرة على ميدان المنشية في رحلتنا الجميلة النهاردة. طبعا لو كملنا طريقنا على طول هنروح للأنفوشي وراس التين وقلعة قايتباي التاريخية وحي بحر الرائع، واللي هيكون لينا رحلة فيه قريب جدا بإذن الله. الجزء اللي احنا فيه دلوقتي بصراحة من الأجزاء الجميلة في اسكندرية، النخيل اللي على شمالنا ويميننا محصور الكورنيش القديم والمنخفض. هتستمتع جدا هنا في بحري وانت بتاكل وتشرب وقاعد على بحر اسكندرية الجميل. كمان انت لو كملت على طول وقبل ما توصل للميدان اللي هيدخلك على القلعة، هتلاقي موقف للأوتوبيس الأحمر السياحي المكشوف، واللي من خلاله ممكن تاخد جولة سياحية على كورنيش اسكندرية كله تقريبا من هنا في بحري ولغاية ما توصل للمنتزه. هتستمتع فيه برؤية بانورامية للبحر ورؤية عالية، وهتشم هواء نقي مليان بيوت بحر اسكندرية. يمكن في فيديو كمان كنت صورته فعلا من خلال الأوتوبيس ده، ممكن تسترجعه من فيديوهات القناة. احنا لفينا بالفعل ورايحين على ميدان ومنطقة المنشية، واحنا نعتبر في قلب وعمق وسط اسكندرية، المنطقة الجميلة والقديمة واللي مليانة مباني اثرية ومليانة تقاليد وعادات اهل اسكندرية الرائعة. الكورنيش اللي احنا عليه تقدر تستمتع بيه صيف وشتاء، لكن كمان في الشتاء بيكون اجمل شكل الموج وهو بيضرب في الصخور، رصاص المية جاي عليك وعلى وشك، هتحس احساسات رائعة وخيالية جدا. على يمنا دلوقتي مجمع المحاكم اللي متسمي على اسم حاكم اسكندرية في وقت من الأوقات أيام الحملة الفرنسية السيد محمد قريم، واللي كان ليه دور كبير في المقاومة الشعبية ضد الفرنسويين. بعديه على طول محكمة شرق اسكندرية، والمجمع اللي متسمي على اسم القائد العسكري والزعيم الوطني قائد الثورة العرابية أحمد عرابي، وعلى يمنا محكمة اسكندرية الابتدائية، وعلى طول بعديها هيكون مدخل الميدان، واللي هنشوف على بدايته النصب التذكاري للجندي المجهول، وهو ده اللي قدامنا دلوقتي، وهو اللي بنته الجالية الإيطالية سنة 1933، وكان لتكريم الخديوي إسماعيل، وكان فيه تمثال الخديوي موجود في الأعلى لكنه تشال وتحول لنصب للجندي المجهول سنة 1965، وراح بقى تمثال الخديوي ورا سينما أمير في شارع صفية زغلول في وسط البلد. نصب هنا شبه نصب فيكتور عمانويل الثاني في روما. بيقابلنا دلوقتي شارع الغرفة التجارية يمنا وشمالنا، وإحنا داخلين على ميدان المنشية، وهنعدي قبل ما نوصل لميدان المنشية بنعدي على شارع أحمد عرابي، ميدان برضو قبل ميدان المنشية وهو ميدان أحمد عرابي. منشية من أكتر مناطق اسكندرية زحمة، هي شبيهة كده بميدان ومنطقة العتبة في القاهرة، منطقة تجارية مهمة جدا، محلات في كل حتة، فرشات بتبيع كل حاجة، شوارع متفرعة مليانة بمحلات بتبيع ملابس وأحذية ولعب أطفال وحاجات لا حصر ليها، كمان في تجمعات لمحلات بيع أدوات مختلفة. يمكن من ممر هنا على يميننا دلوقتي بندخل على قهوة أثرية اسمها قهوة علي الهندي، بترجع لسنة 1882، كانت ملك السيدة يونانية، وكانت مشاركة واحد اسمه علي الهندي اللي متسميه القهوة على اسمه دلوقتي، واشترى منها القهوة بعد كده. القهوة دي يمكن معروفة باسم خبيني لأنها كانت مش متشافة كده، ويقعد عليها الناس اللي بتستخبى أيام الحرب العالمية الأولى والتانية.
دلوقتي قدامكم بقى، ودخلنا على ميدان المنشية، وقدامكم مبنى من المباني الرائعة والتاريخية والأثرية، هو مبنى سراي الحقانية. والمبنى ده موجود من سنة 1886، وكان زمان مقر للمحاكم المختلطة وما زال محكمة لغاية النهاردة. واللي صمم المبنى ده مهندس إيطالي اسمه ألفونسو مانيسكالكو. احنا موجودين دلوقتي في شارع الشهيد مصطفى حافظ، ومنه هندخل لشارع فرنسا. الشهيد مصطفى حافظ واللي احنا ماشيين في الشارع الخاص بيه كان من ضباط المخابرات العامله المصريه، وكان ماسك مكتب فلسطين في الخمسينيات، ودرب مجموعه كبيره من الفدائيين في فلسطين في مواجهه الوحده 101، واللي كان مشكلها شارون للاغاره على القرى الفلسطينيه. قاد الفدائيين في عدد كبير من العمليات ضد الاحتلال الصهيوني، وعشان كده فضل وراه وصعوبه بالغه مات شهيد، يعني فرحمة الله عليه وعلى كل أبطالنا المصريين والعرب. دخلنا بقى على عمق المنشية، وبنشوف قد إيه هي منطقة تجارية مميزة. ممكن هتحس إنك في الغورية أو في حارة اليهود أو في شارع الموسكي في القاهرة. يعني حاولت أصور الصبح بدري عشان نقدر نمشي في المكان هنا ونتفرج عليه بشكل واضح، لأن كل الشوارع هنا بتبقى زحمة بشكل كبير جدا طول النهار والليل. يعني ايه اسم المنشية وجي منين الاسم ده؟ الاسم ده جه من اسم المصمم المعماري للميدان اللي احنا لسه كنا فيه من شوية صغيرين، وهو الايطالي مانشيني. الراجل ده هو اللي صمم وخطط او خطط الميدان في عهد محمد علي باشا. احنا موجودين بقى في شارع فرنسا المشهور في المنشية هنا. الشارع هنا يمكن مشهور بسوق الذهب، وده عشان محلات الذهب اللي انتوا شايفينها على يميننا وشمالنا، كمان بيسموه سوق الصاغة. وطول ما انت ماشي هنا هتسمع صوت الزغاريط، وده بيدل على ان في عروسة بتشتري شبكتها من هنا. كمان بتلاقي محلات لبيع الملابس والاحذية، ومحلات اقمشة كتير جدا، وخاصة في نهاية الشارع هنشوفها بعد شوية صغيرين. محلات الذهب هنا كانت ملك لليونانيين في فترة من الزمن، لان تجارة الذهب ما كانش بيقدر عليها الا الاثرياء، وعشان كده كانت معظمها الاجانب اللي بيقوموا بيها. بعد كده المصريين اشتروا منهم المحلات، وبدات تنتشر بشكل كبير سواء كانت محلات الذهب او محلات الفضه. كمان بيتفرع من الشارع هنا سوق الترك المشهور ببيع الاخشاب والاساس، وعمره اكتر من 100 سنه. سبب تسميته كده ان كان في عدد كبير من الاتراك بيتاجروا فيه، كان عدد كبير من الاجانب بييجوا يشتروا منهم. كانت المراكب السياحيه بتيجي المينا وبتيجي تشتري من هنا، وبتحمل الاساس على المراكب عشان كانت المنتجات جودتها عالية جدا. احنا ما زلنا ماشيين في شارع فرنسا، وبنتفرج على اسكندرية القديمة، وجوه حواري وازقة ودروب عروس البحر المتوسط. وزي ما انتوا شايفين كده بقت معظم المحلات هنا محلات الاقمشة بعد محلات الذهب والفضة. كان من اشهر زباين شارع فرنسا اللي احنا موجودين فيه رايا وسكينة، واللي اشتهروا بانهم كانوا بياخدوا الستات من السوق لما كانوا بيشتروا الذهب والقماش. طبعا رايا كانت اخت سكينة، وكونوا عصابة لسرقة الستات وقتلهم، وده كان من سنة 1919 لسنة 1920، وتم إعدامهم سنة 1921، وكانوا أول سيدتين ينفذ فيهم حكم الإعدام في تاريخ مصر الحديث. احنا ما زلنا جوه شارع فرنسا، وبنشوف كم المحلات المتنوع اللي موجود في الشارع، وكم المنتجات المختلفة واللي بتعرضها المحلات، واللي أسعارها أقل كتير من أماكن تانية في اسكندرية. كمان بيتفرع من الشارع هنا مكان كلنا عارفينه ومشهور جدا اسمه زنقة الستات. كان الاسم الأصلي ليها سوق المغاربة، واللي يمكن الاسم ده ما يعرفوش كتير أو ما يعرفوش حد مننا. الاسم ده من أكتر من 100 سنة، لما كانت المحلات في الزنقة معظمها لتجار من المغرب العربي. المحلات بتلاقيها تحت بيوت عمرها أكتر من 120 سنة. كلمة زنقة راجعة للهجة المغربية، لأنهم بيطلقوا على الشارع الضيق لفظ زنقة. كلمة ستات بقى راجعة لواحد اسمه ستيت، وكان من أشهر التجار المغاربة. الراجل ده أول واحد فتح محل في الزنقة، ومع الوقت اتعدلت زنقة ستيت لزنقة الستات حسب العامية المصرية. زنقة مع الوقت اتحولت لسوق مهم ويزوروا مصريين وأجانب، وفي كل الرفائع اللي بتحتاجها العروسة زي الإكسسوارات والفرش المنزلي والديكورات والتحف والبراويز وحاجات تانية كتير. زي ما انتوا شايفين اهو في مجموعة كده من المحلات اللي بتبيع الأساس والموبيليا بجودة عالية جدا في الجزء اللي احنا ماشيين فيه في شارع فرنسا، واللي هندخل منه لشارع اسماعيل صبري في اتجاه رجوعنا لميدان المنشية عشان نتفرج على منطقة المنشية بشكل موسع اكتر. احنا بالفعل كده دخلنا على شارع اسماعيل صبري. اسماعيل باشا صبري كان رئيس المحكمة الاهلية في اسكندرية، وكان محافظ اسكندرية سنة 1896، وكان شاعر كبير. يعني احنا هنطلع بقى من شارع اسماعيل صبري على شارع البحرية، اللي هنرجع منه على ميدان المنشية بعد كده ما نخش شمال.
يعني عايز اقول لكم زي ما انتم شايفين شارع اسماعيل صبري يعتبر سوق خضار، مجموعه من المحلات العصير ومجموعه من الافران ومجموعه من المحلات السوبر ماركتات ومجموعه من محلات بيع الفراخ الطازه، يعني حاجه من الحاجات الجميله او الاسواق الشعبيه اللي موجوده جوه اسكندريه القديمه. شوفوا رغم ضيق الشوارع لكن ارفعوا عينيكم لفوق وشوفوا البيوت القديمه دي وتصميماتها، هتلاقوا في يعني في وسطها كده مجموعه من البيوت اللي تصميماتها مميزه بشكل كبير جدا، مع قدر من التنظيم والتطوير وتغيير الاسفلت مثلا باحجار طبيعيه وتوحيد شكل واجهات المحلات ودهان العمارات بلون موحد، اعتقد هنحافظ على العمارات الاثريه وهترجع شكلها للاصل. عايز اقول لكم ان المنشيه بدات لما قرر محمد علي باشا اعاده بناء اسكندريه على النسق الاوروبي، وكان مهم تاسيس ميدان مركزي للمدينه، وكان اول حاجه اتعملت مسجد الشيخ ابراهيم سنه 1820، وبعدين وكاله محرم بيك واللي كان قائد الاسطول المصري وزوج بنت محمد علي، وبعدين سكن كان في سكن اسمه سكن دا انستازي وسكن جيبرا، واسواق الخضروات واللحوم كانت في الاصل حارات وازقه اداها محمد علي للامراء اللي استثمروها. احنا خرجنا كده على يعني بقينا موجودين فوق قضبان تروماي اسكندريه التاريخي واللي موجود من سنه 1860. تروماي ده كان اول وسيله نقل جماعيه في مصر وافريقيا سنه 1860، ويعتبر من ضمن الاقدم في العالم كله، وهو يعتبر وسيله نقل وكمان ممكن تستخدمه كفسحه في التروماي الازرق القديم والتروماي الاصفر الجديد. ادعوكم تجربوا التروماي ده في رحلتكم جوه اسكندريه الرائعه. ما زلنا بنلف وبندور جوه دهاليز مدينه اسكندريه وموجودين دلوقتي في شارع البحريه. شارع البحريه ده هنطلع منه على ميناء اسكندريه واللي هو اهم واكبر مواني مصر كلها، وده من حجم التجاره اللي بتتم فيه واللي بتوصل ل 60% من التجاره الخارجيه. عايز اقول لكم الحركه التجاريه في المنشيه بدات بثروات اليونانيين وباصدقاء محمد علي وشركائه المقربين في التجاره. كان في قصر القنصل اليوناني واللي اصبح قصر البورصه، وكمان كان في قصر الكونت زيزينيا قنصل بلجيكا، وعدد كبير من الوكالات التجاريه الكبيره اشتغلت في المنشيه، وكان في انواع مشروعات تجاريه كتيره جدا موجوده في المنشيه. المنشيه بتعتبر مركز اسكندريه التجاري، منطقه مليانه معالم اثريه جنب بالمعالم التجارية أو المحلات التجارية. قصر القنصل اليوناني وفي سنة 1866 انشئت فيه بورصة لتبادل الأوراق المالية وتحول لمقر لمحاكمة ضباط الثورة العربية، وبعدين رجع بورصة تاني. المبنى ده اختاره جمال عبد الناصر عشان يقول من فوق واحدة من خطبه، وقتها أطلق عليه الرصاص ولكن الرصاصة ما جاتش فيه، وقال جملته الشهيرة إنه إذا مات عبد الناصر فكلكم جمال عبد الناصر. رغم كده بعد الحادثة دي بسنتين راح جمال عبد الناصر مرة تانية لنفس المكان وأعلن تأميم قناة السويس سنة 1956. وعلى يمنا دلوقتي مبنى ميناء اسكندريه، ويمكن هو اقدم مرافق الميناء دي اتبنت سنه 1900 قبل الميلاد في قريه راقوده ساعتها. تخيلوا في العصر الحديث محمد علي امر باعاده حفر واصلاح قناه الميه العذبه من نهر النيل لغايه اسكندريه، واطلق عليها ترقه المحموديه، وانشا حوض بناء السفن في اسكندريه. القوات البريطانيه اثناء الحرب العالميه الاولى كانت بتستخدم الميناء قاعده رئيسيه للقوات والامدادات. في ميناء جديد اتعمل في الدخيله، وفي ميناء كمان في ابو قير، وفي ميناء كمان في سيدي كرير. احنا كده بالفعل دخلنا شمال وموجودين في شارع النصر في اتجاه رجوعنا لميدان المنشيه. عايز اقول لكم ان الميدان اللي احنا رايحين له مره ثانيه دلوقتي يعتبر من ابرز معالم المنشيه، واللي بيطل عليه مجموعه من الشوارع زي شارع نبار باشا وشارع السبع بنات اللي هنشوفه كمان شويه وهنمشي فيه. واسم المنشيه ده مش موجود في مصر بس ولا في اسكندريه لوحدها، الاسم ده موجود في فلسطين على عدد كبير من القرى، موجود في سوريا وموجود في عدد من قرى الأردن، وكمان موجود في السعودية وتونس والسودان. وفي مصر موجود قرية المنشية الجديدة وقرية المنشية القديمة في المحلة، وكمان قرية المنشية في الشرقية. احنا كده بقى في ميدان المنشية او ميدان محمد علي او ميدان التحرير او ميدان القناصل، اختار اللي يعجبك منهم. اسم ميدان القناصل كان جاي من وجود عدد من القنصليات هنا زي قنصلية فرنسا والسويد، وميدان محمد علي عشان وجود تمثال لمحمد علي باشا في الميدان هنشوفه كمان شوية صغيرين. لو رجعنا بالزمن شوية هنلاقي ان ابراهيم باشا ابن محمد علي هو اللي حط اساس المنشية. كان الميدان زي ما قلنا اسمه ميدان القناصر، وبعدين اتسمى ميدان محمد علي، وبعدين ميدان المنشية، وبعدين ميدان التحرير. كل اسم منهم بيعكس التغيرات السياسية والاقتصادية في المجتمع المصري بشكل عام، لكن طبعا اسم المنشية هو اللي فضل صامد. عموما اراضي المنشية كان معظمها ملك لابراهيم باشا، وكان اسمه ميدان الجيوش، وكان الميدان هو قلب المدينة، وعشان كده احيط بالسفارات والقنصليات.
زي ما انتم شايفين ادي تمثال محمد علي باشا اللي موجود جوه ميدان المنشيه، وعلى يمنا مبنى سراي الحقانيه اللي حكيت لكم عليه من شويه صغيرين، وعلى يمنا كمان شارع السبع بنات اللي هنمشي فيه كمان شويه صغيرين، وما زلنا موجودين في ميدان المنشيه، وزي ما قلت لكم اللي اتغير اسمه على مر السنين. الخديوي اسماعيل هو اللي عمل التمثال اللي قدامكم واللي انتم شايفينه على شمالنا دلوقتي ده، وهو راكب حصان وحطه في الميدان هنا، واللي عمل التمثال النحات الفرنساوي جاكمار سنة 1872، واتخططت المنطقة حوالين الميدان واتبنت العمارات العالية واللي زي ما انتم شايفين كده طرازاتها أوروبية. يمكن العمارات كانت مباني لقناصل الدول وأسواق ومكاتب لشركات ومقرات لبنوك وعيادات، بقى مع أو على مر السنين التحول ده حصل في العمارات اللي قدامكم، واللي هتستمتع جدا بشكل العمارات دي وانت موجود في ميدان المنشية، شبه كده العمارات اللي موجودة في محطة الرمل. عمارات مدهشة ولكنها بتعاني من آثار الزمن، لكن لو كل عمارة شفتها لوحدها كده هتلاقي جمال وفن مش ممكن يتكرر. كل عمارة ليها طابع وطراز معماري من أميز ما يمكن. يعني كان البناء زمان بيتم بروقان وحب ومحاولة للاختلاف ومحاولة لعمل شيء يضاهي أفخم البنايات في العواصم الأوروبية. احنا دخلنا بالفعل كده لشارع أحمد عرابي، واللي هنلف ونرجع مرة تانية من شارع سبع بنات على ميدان المنشية. ما زلنا موجودين في اسكندرية، واللي أهلها عندهم عشق غير طبيعي ليها، وتحس إنهم لما بيسيبوها بيبقوا عايزين يرجعوا لها بأي شكل وفي أسرع وقت. هل اسكندرية مغرورين بيها جدا وبيقولوا إن ده حقهم، وإنك لو جربت تبقى اسكندراني تغر زيهم؟ مية والرمل والسمك والخفة والجدعنة والشهامة أصول اسكندرانية. كمان بيقولوا إن مصر مليانة شواطئ، بس أصل الشواطئ دي هو في اسكندرية. احنا كده بقى داخلين على شارع سيزوستريس، واحنا بقينا في العطارين. سيزوستريس هو اسم اطلقه المؤرخ اليوناني المشهور هيرودوت على ملك مصر القديمة، واللي قاد حملة عسكرية ضد اوروبا، كان ليه دور كبير في تنظيم الحياة الاجتماعية، وكان بيسن القوانين وبيطغي عدد كبير من العادات. عموما مع كل ده فهو اسم جماعي ما يخصش شخص معين، وتعرفش على وجه الدقة الحكاية حقيقية ولا اسطورية، لكن الملك سنوسرت الثالث في عهده اتعملت قناة بتربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، اتسمت قناة سيزوستريس. يمكن احنا دلوقتي موجودين في منطقة العطارين، واللي قلتكم ان كانت اسمها او على يمنا وشمالنا هو مسجد العطارين. المنطقة دي كانت كلها محلات لبيع العطارة عند الفتح الاسلامي لمصر، وبعد كده بقت منطقة مليانة بالتحف والانتيكات اللي مالية المكان، وبيجي لها عدد كبير جدا من اهالي الدول الأوروبية عشان يشتروا التحف والأنتيكات من هنا، واللي ممكن تلاقي فيها تحف وأنتيكات بترجع لنابليون بونابرت. احنا دخلنا بقى كده على شارع سيدي المتولي، وحنرجع مرة تانية بقى على ميدان المنشية. يمكن كان على يمنا المركز الثقافي اليوناني، شارع صلاح الدين وشارع الأسقف، ولسه مكملين طريقنا. طبعا شارع سيدي المتولي ده امتداده من ورا كده هيكون شارع فؤاد الأثري الجميل جدا، واللي من أقدم شوارع التاريخ اللي موجود جوه واحدة من أقدم المدن في العالم، وهي اسكندرية المارية اللي احنا بنزورها النهاردة. وزي ما شفنا كده ميدان المنشية بيتصل وبيمتد بميناء اسكندرية الشرقي. كان ميدان محمد علي بينتهي في الناحية الشرقية مع شارع شريف وشارع توفيق. في فترة طويلة من الزمن السائح اللي كان بيزور مصر وبيقعد في المنشية ما كانش بيحس أبدا أنه في بلد شرقي، وده من شكل الميدان وشكل العمارات اللي كلها كانت طرازاتها أوروبية في المكان أو في منطقة المنشية، عشان كده كان بيسيب المنشية ويروح أماكن تانية يحس فيها بروح الشرق. يعني المنشية مليانة كمان، يعني مش جوامع بس، مليانة كنائس، فيها كنيسة سان مارك والكنيسة اليونانية وكنيسة سانت كاترين وكنيسة العذراء في شارع القائد جوهر وكنيسة العذراء في شارع جرجس الطويل ودير العازرين في شارع سبع بنات والكنيسة السويسرية. احنا موجودين دلوقتي في شارع اسحاق النديم، واحنا ماشيين في قلب اسكندرية القديمة، وزي ما انتم شايفين معظم الجزء اللي احنا موجودين فيه ده بقى هو اللي بيبيع الاخشاب. يعني عايز اقول لكم ان اسكندرية في القرن الرابع قبل الميلاد ما كانتش الا قرية صغيرة اسمها رقوتيس او رقودة، وحواليها قرى صغيرة كانت بتعتمد على الصيد بس.
لكن هل الفراعنة عاشوا في اسكندرية؟ يمكن عدد من علماء الآثار قالوا إن كان هنا في 12 قرية فرعونية أكبرهم رخودة أو رع قدت، وكان عايش أهلها على الصيد والتجارة، واكتشف الفراعنة يمكن مكان مستطيل كده شبه مغلق على الشاطئ، وكان يصلح كمينة بحري، ومن هنا اهتموا بيه، وفي آثار فرعونية أحجار وأواني فخارية لقوها في اسكندرية، ومع تحليلها لقوا إنها كانت قبل الإسكندر ب200 سنة، موجودين دلوقتي في شارع مسجد الفحام. ويمكن مسجد الفحام هو اللي موجود في الصورة قدامكم دلوقتي أهو، وهندخل كده من شارع مسجد الفحام هنرجع على شارع السبع بنات المشهور في اسكندرية، واللي بقى يمكن متخصص في بيع الأدوات الكهربائية بشكل كبير، شبيهة كده بمنطقة العشماوي في وسط البلد في القاهرة. وزي ما من شوية كنا بنحكي على عرايا وسكينة وإزاي كانوا بيخطفوا الستات من شارع فرنسا ومن زنقة الستات، فكانوا بيخطفوا الستات ويجوا هنا على شارع السبع بنات اللي هم ساكنين أو كانوا ساكنين فيه. ويمكن اسم او سر تسمية الشارع هنا ومين هم السبع بنات، السبع بنات دول كانوا سبع راهبات وكانوا ممرضات يونانيات عايشين في المنطقة، كانوا بيمروا يوميا بالليل في وقت رجوعهم من شغلهم وبينوروا الشارع بمصابيح وشايلينها على ايديهم، وده في الفترة اللي كانت رايا وسكينة بيعملوا جرائمهم فيه، وكان في خوف رهيب من الستات ان هم يمشوا في الشارع هنا وهو مظلم، شارع مليان بيوت قديمة تاريخية، يعني حاجة من الحاجات الرائعة جدا. ما زلنا بنلف وندور جوه دهاليز مدينة اسكندرية، واللي اعتقد ان معظمكم يمكن اول مرة يشوف الشوارع دي واول مرة يدخل جوه عمق احياء اسكندرية، واللي البعض منا ما يعرفش فيها الا الكورنيش وبعض الشوارع المحيطة بيه، لكن اسكندرية اعمق واهم وتاريخها وثرائها شيء فعلا خيالي. زي ما انتم شايفين الشارع فيه مجموعة كده من الفرشات او المحلات الصغيرة كده اللي بتبيع الاكسسوارات الحريمي، وعدد كبير جدا من المنتجات زي ما حضراتكم شايفين. من الاسماء المتشابهة مع شارع سبع بنات جامع اسمه جامع السبع بنات، موجود كده قريب من شارع الازهر في شارع بورسعيد، يمكن كان مدفون فيه سبع بنات ما اتجوزوش وماتوا وهم صغيرين، وفي اعتقاد ان زيارة المسجد بيحل مشكلة العنوسة وقلة الانجاب. في الشارع في نهاية شارع سبع بنات زي ما انتم شايفين كان في سوق كده خضار صغير، وهنخرج مباشرة مرة تانية على ميدان المنشية وهنشوف اهو التمثال الخاص بمحمد علي باشا، وهنشوف زي ما انتم شايفين تصميمات العمارات واللي معظمها بيرجع للتخطيط الاوروبي الايطالي، في مبنى وكالة منشة وكالة مونفراتو ومبنى المحكمة المختلطة او الحقانية اللي شفناه من شوية، كل المباني الاثرية اللي موجودة هنا لازم نحافظ عليها وهي محتاجة صيانة وتجديد عشان يرجع الميدان للشكل اللي انتم شايفينه في الصور اللي قدامكم دلوقتي، تنظيم وتخطيط رائع ومبدع وموقع متميز وحياة سهلة وبسيطة ورائعة وجو مثالي وعيشة هادية. يعني عايز اقول لكم ان احنا بنمتلك ثروة معمارية هايلة بتحتاج مننا بعض الاهتمام، ومن المفترض ان احنا ننظم حركة الباعة الجائلين المنتشرين هنا وتعمل ليهم تجمعات حضارية كده بتليق مع تاريخ وعراقة المكان اللي احنا موجودين فيه وتاريخ وعراقة اماكن كتيرة في اسكندرية والقاهرة ومعظم المحافظات المصرية. هنرجع بقى من ميدان المنشية وهندخل يمين مباشرة على الشارع اللي هيطلعنا على البحر مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده المكان يمكن مليان بعبق التاريخ، النخيل اللي موجود في الحديقة الوسطى رائع، والعمارات معظمها عمارات تراثية فعلا، يعني طرز معمارية أوروبية زي عمارات تانية كتير في اسكندرية. المنشية مليانة أسواق كمان، سوق الميدان وراتب والحقانية وزنقة الستات والسبع بنات وسوق ليبيا وشارع فرنسا، ومعظمهم شفناه خلال رحلتنا النهاردة. زي ما بدأنا من عند البحر أنا هخرج مرة تانية من شارع ميدان أحمد عرابي أو من عند ميدان أحمد عرابي ومن ميدان الجندي المجهول، هنرجع مرة تانية على بحر اسكندرية الرائع عشان ننهي من عنده حلقتنا النهاردة. على يمين القنصلية الفرنسية اللي موجودة على كورنيش اسكندرية الرائع واللي خرجنا عليه دلوقتي مرة تانية بعد ما زورنا أعماق حي المنشية. يعني اتمنى ان رحلتي النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.